السلام عليكم حبيب قلبي، عاملين ايه، اخباركم ايه؟ طبعا الطبق ده احنا كنا بنقول الاول ان الطبق ده غني غني من الفوائد. لا، القصه بقى دلوقتي اختلفت، بقى غني من الفوائد وغني من التكاليف. تعالوا نشوفوا بقى الطماطم بكام. الطماطم ب 30 جنيه اللي على نيتها، اما الطماطم المظبوطه ب 35 جنيه. الطبق ده طبق 100 100، اللهم صل على النبي، كله فوائد. الفلفل الكوبي ده، الفلفل الكوبي ده جميل. نص الفلفل الكوبي طبعا، السكينة دي بردت يا جماعة، كنت ساعات أقعد كده فايق ورايق، أقعد أسنها على المستحد. طبعا على المستحد بظبط السكينة دي وكانت بتطلع 100 100. دلوقتي عشان تسن سكين اقل حاجه تروح للراجل يقول لك 20 جنيه. الفلوس فقدت قيمتها، بقت ملهاش اي قيمه، كل حاجه بقت غاليه. احنا هنعمل ايه؟ الناس كلها كده، كله علينا، مش مفيش حد. والناس دلوقتي ماسكلك اي حاجه يقول لك الطماطم بقت غاليه، تكلم بتاع التاكس يقول لك الطماطم غاليه، تكلم بتاع القطع الغيار يقول لك الطماطم غالية، تكلم بتاع الخضار يقول لك قطع، يقول لك الطماطم غالية، ومحملين كل التكاليف في المواصلات على الطماطم، وكله عمال يجزف، وكله عمال يذبح.